ان شاء الله الطعمية بالفول النابت بكل تفاصيلها وكل اسرارها. يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم، ونبدأ على بركة الله. اهلا ومرحبا بكم في قناة نغمات الاطعمة، معكم سهير من قناة نغمات الاطعمة. اهلا وسهلا بحضراتكم. ان شاء الله النهاردة هنعمل الطعمية بكل تفاصيلها بالفول الحراتي. معقولة بالفول الحراتي؟ ايوه بالفول الحراتي، وكمان مش هتفك. هنشوف المقادير، يلا بينا على الطريقة والمقادير. عندي هنا كيلو وربع فول فراتي، انا جايبه يعني ايه كيلو وربع قبل ما يتقشر، بعد ما يتقشر بقى بالكمية دي. عندي هنا بصلاية صغيرة، تلات اربع عجان كده كزبرة وبقدونس. عندي هنا معلقة نشا كبيرة، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. عندي هنا توم مفروم بكزبرة معلقة، وعندي معلقة كزبرة، وهنستخدم ملح على حسب الرغبة. يلا بينا على الطريقة عشان ما تولش عليكم. انا عايزة اقول لكم بس ايه، انا ايه السلاح اللي انا بشتغل بيه ده هنستبعده، الكبير ده لأ، الوسط ده لأ، هنشتغل بالصغير ده. الصغير ده هيطلع لك الطعمية ناعمة وحلوة. يلا بينا نشتغل بقى. قبل ما نقول الطريقة، ما تنسوش فضلا وليس امرا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل. مستنية تعليقاتكم، تنوروني بالاشتراك في القناة. انا خدت هنا ايه الفول بس، والبصل والبقدونس والكزبرة والثوم على الكزبرة، على المفرمة بتاعتي. ولو ما عندكيش مفرمة ممكن ايه في الكبة بتاعت الخلاط. بسم الله هنفرم كل الكمية كده. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمتها اول وش، هجيب بقى معلقة النشا واحطها كده عليها وهقلبها كويس خالص كده. طب ايه لازمتها النشا دي؟ النشا دي مادة رابطة عشان لما تيجي تقليها في الزيت ما تفكش معاكي، وفي نفس الوقت تكون مقرمشة. هديها بقى فرمة تاني كده اهي، هحطها تاني وافرمها في الايه في المفرمة. هديها وش كمان كده، هفرمها وش كمان. بسم الله. انا عايزه اوريكم بس هنا كده تاني وش، بصوا ناعم قوي ازاي اهي. ما تحاوليش تحط لها ميه عشان ما تنعمش منك، يعني ما ايه ما تيجي تحطيها في الزيت ما تفكش منك. يعني انا اديتها بس ايه السوائل بتاعتها البصلايه، ولما غسلت الفول بيته تاني يوم في التلاجة عشان ينشف كل الميه اللي فيه. يعني انا خدت السوائل بتاعتي من البصلايه ومن الكزبره والبقدونس. يلا بيعني اقليها مع بعض. بس عايزه اوريكم هنا بقى ايه القلب من جوه بتاع المفرمه. بصوا القشر طلع كله ازاي، ده تستبعديه عشان ما يبوظلكيش الطعميه بتاعتك اهو. يعني هما مش كتير اللي هو الفول القشر بتاع الفول، استبعديه او ممكن تعمليه في المفرمه الصغيره بتاعه الخلاط. انا هنا بسم الله ما شاء الله عملت لي كميه كبيره، مش هقليها بقى كلها، ممكن تشيليها ان شاء الله لشهر رمضان. هاخد الكميه بس اللي انا ايه اللي انا هستخدمها كده في طبق تاني. انا كده لغايه دلوقتي ولا حطيت بيكنج باودر ولا حطيت ملح، يعني يا دوبك بس ايه حطيت المكونات اللي انا حطيتها معاكم. هاخد على قد طلبي كده، هحط عليه البيكنج باودر حبه كده صغننه، ملح طبعا على حسب بقى ايه رغبتك، بس متحاوليش تحدقيها جامد. هحط بقى ايه كزبره، ازود كده ازود كزبره. هقلب بقى كل المكونات كده وعلى الزيت عدل. دي بقى هحطها في اكياس وفي الفريزر، مش هجررها اي حاجه. هجيب ايه طبق ميه كده جنبي عشان لما اجي اقلي فيه لما اجي اقلي الطعميه احط المعلقه فيها عشان ما تلزقش. يلا بينا بقى. عندي كده هجيب معلقتين، المعلقه الكبيره دي هحطها كده في الميه، وهجيب كميه من الطعميه
المنظر ده، وبظهر المعلقه الثانيه برده هحطها ميه كده، وبظهر المعلقه الثانيه كده هبططها كده اهي عشان تطلع معايا متساويه، وفي نفس الوقت لما تيجي تنزل الزيت تبقى معايا تمام. عايزه احط بقى ايه، انا ايه، كزبره فوق الوش كده، طراطيف صوابعك كده اهي، تحط الكزبره عادي خالص هتعمليها كده وعلى الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. يكون الزيت عندك ايه مقدور اهو، كل حاجه عملي. اما يتقرب بس كده اهي، انا بس عايزه اوريها لكم عشان ايه تشوفوها ما فكتش قد ايه اهي، ما فكتش ولا اي حاجه. هنزل واحده كمان اهي، هطلع لكم بس ايه، شايفين متماسكه قد ايه اهي، شايفين متماسكه قد ايه، ما فكتش ولا اي حاجه. جربوها ان شاء الله هتعجبكم وهتوفر لكم كتير. يعني الطعميه بره غاليه جدا، يعني احنا بنجيب رز الطعميه بجنيه، طب وعلى ايه احنا نعمل حاجتنا في بيتنا ولا استغلال التجار. هخلص بقى كل الكميه كده وهرجع لكم تاني، اوعوا تروحوا في حته ولا تغيروا المحطه، لسه مكملين مع بعض. عملت معاكم الطعميه بكل تفاصيلها، شايفين جمالها حلو ازاي، شايفين جمالها، بسم الله ما شاء الله، القرص بقرص اهو ما فكتش ولا اي حاجه، شايفين الكميه ما شاء الله، عملت كميه كبيره ولسه فيها كمان عجينه كتير تقضيني 3 4 مرات. ما تنسوش لو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل. مستنيه تعليقاتكم، تنوروني بالاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمة الله.